أطلقت فروع نقابات الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة في محافظة حماة بالتعاون مع مديرية الصحة مبادرة أسبوع الخير للكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني للمرضى في المحافظة، وذلك لتقديم خدمات الرعاية الطبية الكاملة للمرضى على مدى أسبوع كامل في مدينة حماة والمناطق الريفية، والذي يتضمن إجراء كل الكشوف الطبية والتحاليل المخبرية والشعاعية مجانا. الحقيقة هذه الفعالية اللي عم نسوي فيها هي جزء من نتائج اجتماع الخير برعاية السيدة الأولى. نحن خصصنا كل يوم بنقابة الأطباء باختصاص محدد منشان ما يصير في خربطة، ومنشان المواطن يجي مرتاح بوقت محدد باختصاص محدد. فأول يوم نحن بلشنا فيه كانت عبارة عن اختصاص جلدية، والحقيقة راجعنا حوالي 112 مواطن. اليوم الثاني كان عندنا اختصاص الأطفال. اليوم الحقيقة عندنا الداخلية عصبية، مثل ما شايف هون هلأ الأعداد كتير كبيرة، وكمان زملائنا هلأ تعاونوا معنا كمان رح يجوا مشان يلحقوا وما يأخروا المواطن بفحص المجاني. طبعا أهميتها أنه طبعا الناس الفقراء المحتاجين وأسر الشهداء وجرح الحرب أنه يجوا لهون يتعالجوا، ونقدم لهم الدواء مجانا عن طريق طبعا نقاط الصيادلة، طبعا بالاتصال مع عدة شركات دوائية. مشكورين جدا على هالمبادرة هي. تم تسليم الأدوية إلى نقابة الصيادلة، ونحن كنقابة طبعا سلمناها لنقابة الأطباء. قامت نقابة الصيادلة بتواصل مع شركات الأدوية والحصول منها على هذه الأدوية التي تقدم مجانا لهؤلاء المرضى بالتعاون مع نقابة الأطباء الذي يقدمون الفحص المجاني لهم. وتم تحديد مواقع تقديم الرعاية الطبية في مخبر نقابة الأطباء والمشفى الوطني في مدينتي حماة ومصياف ومجمع الأسد الطبي، والعيادات الطبية في مدينة محردة ومركز التعاون الصحي في مدينة السلمية بمشاركة نخبة من الأطباء في المحافظة. جيت أتعاين معي هيك وجعجرين دائم كثير عم تألم منه، والحمد لله يعني دكاترة كويسين ومعاينة كويسة وما قصروا معنا والله. أنا بالنسبة إلي يعني شيء ممتع، شيء اللي شفته قدام عيني برا في عالم ما أنا قادر أتروح على طبيب، وفي عالم قاعدة وفي عالم، وما شاء الله يعني كل الأمور تمام، ونشكرهم كثير. المبادرة يعني جيدة وحلوة، ويعني ساعد الناس كلياتها فقرة وتعبانة، ولكن لذلك الناس هي لقتها جيدة وحلوة، والازدحام هذا يعني دليل على أنه العالم بدها هيك شغل، وبدها يعني الناس تراعيها شوية، لأنه أوضاع مثل ما بتعرفوا. وتساهم نقابة الصيادلة في هذا العمل الإنساني بالتعاون مع شركات الأدوية من خلال تقديم الأدوية المجانية لجميع المرضى خلال أسبوع الخير، وتسعى المبادرة للوصول إلى أكبر شريحة من المرضى وخاصة في المناطق الريفية لتقديم الرعاية الصحية في كافة الاختصاصات. من مدينة حماة، حسام الشاب، الإخبارية السورية.